السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل القرص المحشية ملبن، حاجة كده زي العسل، طعمها جميل جدا وطرية وهشة من جوه، ومن حلاوتها وطعمها مش هتبطلوا تعملوها تاني، بجد طعمها جميل جدا. لايك وشير لو الفيديو عجبكم. انا هستخدم العجان، هضيف فيه 4 اكواب من الدقيق، اي دقيق يكون جميع الاستخدامات، كيس من الخميرة الفورية، 3 معالق كبار من السكر، الحبيبات الناعم، رشة من الملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنقلب كل المكونات الجافة مع بعض. هضيف 1/3 كوب من الزيت يكون نضيف، وهقلب الزيت مع المكونات الجافة كويس جدا. هضيف 1/4 كوب من المية الدافية، المية تكون دافية، لو ضفت مية سخنة الخميرة مش هتتفاعل معانا. هعجن في العجان زي ما انت شايفين، بخليها على السرعة الاول وبعدين بعلي السرعة لحد ما اوصل لقوام العجينة اللي حضراتكم هتشوفوه. لو مش موجود العجان هنعجن بايدينا عادي. ده شكل العجينة معانا، هوريها لكم دلوقتي. ده قوام العجينة اللي انا عايزاه، العجينة جميلة جدا وطرية ومش بتلزق خالص، والملمس بتاعها طري. هو ده القوام اللي انا عايزاه، تكون طرية ومش بتلزق خالص. هلم العجينة وهحطها في البولة وهسيبها لحد ما تختمر. عندي قطعة من الملبن او اي نوع حشوات، اهم حاجة يكون الحشو حلو. ما ينفعش نستخدم في العجينة بتاعتنا اي نوع جبن، لان العجينة بتاعتنا فيها كمية سكر زيادة. هنقطعها مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ده شكل العجينة بعد ما اختمرت معانا. بسم الله ما شاء الله، ما خدتش وقت معانا خالص في الخمران، لان الخميرة جميلة جدا. هحطها في طبق دلوقتي وهغطيها علشان الوش بتاعها ما ينشفش. عندي صاج دهناه دهنة بسيطة من الزيت. هنبتدي نشتغل. هاخد قطعة من العجينة، طبعا قطعة العجينة حسب ما انتوا عايزين، حجم القرص يرجع لكم انتوا. لو عايزين تكبروها تمام، عايزين تصغروها برضو تمام، عايزين تعملوها زي ما انا بعملها برضو اللي يريحكم. بفرد العجينة وبضيف الحشو بالنص وبقفل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ده شكلها اهو. نحاول ان احنا نعمل حجم القرص قد بعض. باخد قطعة من العجينة وبفردها وبضيف الحشو في النص وبنقفل بالشكل اللي انت شايفينه ده. بنقفل كويس وبنلف كده. ده شكلها اهو. بنسيب مسافة بين الاولى والتانية علشان لسه هنفردها ولسه كمان هتختمر معانا تاني. العجينة جميلة جدا ما شاء الله، وما خدتش اي وقت في العجن ولا في الخمران زي ما حضراتكم شفتوا. واهم حاجة ان احنا على قد ما نقدر ان احنا نريح العجينة. بنقفل، التقفيل بيكون من تحت زي ما انتوا شايفين. هعمل واحدة اخيرة معاكم. اهم حاجة ان احنا نسيب مسافة بين الاولى والتانية زي ما انتوا شايفين بالظبط. بفرد العجينة وبضيف الحشو في النص وبنقفل. ده شكلها اهو. هعمل الكمية كلها بنفس الطريقة زي ما انتوا شفتوا. انا عملت الكمية كلها بنفس الطريقة زي ما حضراتكم شفتوا. هنفرد العجين، ما نفردش قوي علشان لسه هتختمر معانا كمان. انا بفردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده،
مش بنفرد قوي، بفردها حاجة بسيطة. العجينة جميلة وبتتفرد معايا بكل سهولة لان انا بسيبها ترتاح، كل ما العجينة بيرتاح كل ما بتتفرد معانا بكل سهولة. ونوع الدقيق اللي انا استخدمته دقيق جميل جدا، انا بستخدم نوعين من الدقيق، بستخدم نوع اسمه السلطان والنوع التاني اسمه الاطيب. بصراحة الاتنين احلى من بعض في المعجنات، انا دايما بستخدمهم. انا فردت الكمية زي ما حضراتكم شفتوا وسبتها تخمر لمدة نص ساعة. عندي 3 معالق كبار من اللبن بدون اي اضافات، لبن سادة. بدهن وش القرص من فوق، ممكن تستغنوا عن اللبن خالص. انا بدهن وش القرص لبن علشان هضيف سمسم، وطبعا ما ينفعش نضيف سمسم غير لما ادهن القرص لبن علشان السمسم يلزق على القرص. ممكن تستغنوا عن اللبن والسمسم لو مش حابين. السمسم ده ني، ما ينفعش ان احنا نضيف سمسم يكون محمص. برش على الوش من فوق زي ما انتوا شايفين. هدخلها الفرن دلوقتي. انا دخلت القرص الفرن، الفرن دي فرن انبوبة، ومولعها من فوق ومن تحت ومهدية النار خالص. ده شكل القرص معانا بسم الله ما شاء الله جميلة جدا، وخدت اللون الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده. انا سبتها بردت تماما لمدة 10 دقايق. هوريكم شكل القرص دلوقتي ازاي هي هشة وطرية جدا ومستوية، واخدة اللون الجميل من فوق ومن تحت، جميلة جدا ما شاء الله. جربوها وان شاء الله هتعجبكم ومش هتبطلوا تعملوها تاني، وبمقادير سهلة وبسيطة زي ما حضراتكم شفتوا، وفي اقل وقت هتعملوا احلى قرص. هحطها في طبق التقديم زي ما حضراتكم شايفين. شايفين القرص عاملة ازاي واللون بتاعها جميل ازاي، والسمسم جميل جدا على الوش. بصراحة السمسم بيدي لون جميل للقرص. شايفين القرص عاملة ازاي من فوق ومن تحت، لونها جميل جدا. هوريها لكم عاملة ازاي من جوه. هفتح واحدة معاكم، شايفين طرية وهشة ازاي. هوريكم الملبن عامل ازاي من جوه وازاي طرية جدا، والملبن جميل جدا من جوه. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. وبكده فيديو النهاردة يكون خلص معانا. لو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.